صباح الخير لكل مشاهدينا، برحب بحضراتكم ولقاء جديد ويوم جديد مع مصر جميلة. يا رب دايما مصر جميلة بكل حاجة حلوة فيها. الجمال أجمل شيء في الدنيا، ربنا سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال، عشان كده من حق كل واحد فينا إن هو يبحث عن الجمال. وبالتأكيد كل إنسان عنده يعني مواطن للجمال مهمة جدا، جمال الشكل، جمال الروح، الجمال بمختلف أشكاله. في بعض الأحيان بتواجهنا مشكلات يعني بنتعرض ليها، ربما لأسباب مرضية، ربما لعيوب خلقية أو خلافه. الحمد لله أصبح هناك العديد من طرق العلاج الحديثة اللي بيتم استخدامها لعلاج العديد من المشكلات اللي ممكن تواجه أي إنسان. علشان كده زي ما بنقول دايما من حقنا إن احنا نبحث عن الجمال ونتعرف على كل ما هو جديد. النهاردة زي ما انتم متعودين كل يوم سبت بنتكلم عن الجمال ومعالجة أي مشكلة من المشكلات اللي ممكن تواجه أي إنسان في حياته. تحديدا النهاردة بنتكلم عن الشفاه. الشفايف بتتعرض في بعض الأحيان لمشكلات، قد تكون عيوب خلقية، قد تكون للتعرض لحادث أو أي شيء آخر. بنشوف إيه أهم هذه المشكلات وإزاي بيتم علاجها بطرق حديثة وممكن بأشياء بسيطة جدا إن احنا نتخلص من أي مشكلة ممكن تواجهنا. وده بيكون من خلال فقرتنا السبتة اللي بنتعرف فيها كل يوم سبتة عن كل ما هو جديد في عالم الجمال مع الأستاذ الدكتور منير ويليام، كبير جراحي التجميل، اللي هيكلمنا النهاردة عن الشفاه الأرنبية وإزاي إن احنا ممكن نعالجها وإيه الأسباب اللي ممكن تكون هي يعني المتسببة في حدوث هذا الموضوع. هنتعرف على كل ما هو جديد في تجميل الشفايف النهاردة من خلال فقرتنا الأولى مع دكتور منير زي ما قلنا. أما فقرتنا الثانية فهي مش مختلفة، لأنها بتبحث عن الجمال الخاص موجود في مصر. مصر ربنا سبحانه وتعالى حباها بموارد كثيرة جدا، كل محافظة من محافظاتنا ليها طبيعة خاصة وليها موارد خاصة. في بعض الأحيان بنقول إن احنا تم إغفال بعض المحافظات في مجالات التنمية، ولكن آن الأوان النهاردة إن احنا نستثمر كل الموارد الموجودة فيها. تحديدا النهاردة مع حضراتكم هنتكلم عن تنمية الصعيد، وبالفعل هناك العديد من المشروعات القومية اللي بتتم في هذه المحافظات واللي بالفعل تم افتتاحها في الفترة الأخيرة. النهاردة بنتكلم مع حضراتكم عن هذه التنمية وإيه المحافظات اللي بتشهدها وإيه أهم المشروعات اللي تم افتتاحها في الفترة الأخيرة وتأثير ده كله على واقع الاقتصاد المصري، وبالتأكيد كمان هيكون على حال معيشة المواطن المصري. دي فقراتنا مع حضراتكم النهاردة في مصر جميلة، إن شاء الله تنال إعجابكم ونستفيد من كل المعلومات اللي هنناقشها مع حضراتكم فيها. ناخد فاصل، بعد الفاصل نرجع على طول عشان نبدأ معاكم فقراتنا في مصر جميلة.